وخلينا نبدأ كده، يعني بداية نعرف آخر بطولة احنا نظمناها وكمان الفئات اللي شاركت فيها، يعني ناخد زي ما بتقال كده صورة عامة في البداية وبعد كده نخش طبعا في التفاصيل. طيب لو حبينا نتكلم عن البطولات اللي استضافتها مصر في سنة 2022، احنا استضفنا بطولتين في شهر فبراير. استضفنا بطولة كأس العالم في سلاح الشيش رجال، ودي من ضمن البطولات اللي الاتحاد الدولي بينظمها وبيبقى عليها نقاط. النقاط دي بتتحسب في التصنيف العالمي اللي على أساسه بيتم التأهيل لاعبي المبارزة لدورة أولمبية إن شاء الله باريس 2024. ثم الشهر اللي فات استضفنا الجراند بري، دي بطولة جائزة كبرى في سلاح سيف المبارزة، دي أول مرة كانت تقام في مصر للرجال والسيدات، وبرضو دي من ضمن البطولات المؤهلة للرانك الدولي اللي بيأهل برضو في نهايته باريس 2024. طب احنا طوكيو 2020، طوكيو 2020 احنا اشتركنا، كانت بعثه السلاح هي اكبر بعثه في الالعاب الفرديه، اشتركنا ب 15 لاعب ولاعيبه. الحمد لله احنا خطتنا في اتحاد السلاح احنا ابتدينا نعتمد الفتره اللي فاتت على الناشئين، لعبنا في دوره طوكيو بمجموعه كبيره من الناشئين والحمد لله كانت نتائجنا متميزه، حصلنا على المركز الخامس والسادس والسابع، ودول ان شاء الله نفس اللعيبه هيلعبوا باريس وان شاء الله متوقع ليهم عايزين ان احسن بقى، يعني أكيد. هوبفلي ان شاء الله هوبفلي تبقى النتائج افضل. الجود نيوز اللي احنا عندنا النهارده المصنفين الاول على العالم في الناشئين في سلاح سيف المبارزه وفي سلاح السيف، ودي اول مره في تاريخ مصر بتتصدر التصنيف العالمي، وان شاء الله في خلال السنتين الجايين يكون عندنا الناشئين دول احتكوا بصوره افضل ويكون هم مصنفين اول على العالم في مرحله العموم ان شاء الله.